اهلا بيكم يا شباب الفرقه الثالثه شعبه محاسبه. اتكلمنا المره اللي فاتت في الكوست اكاونتنج عن الكوست فوليوم بروفيت اناليسيس، وشفنا ازاي الشركه تقدر تعمل بلاننج علشان نوصل لنقطه اسمها البريك ايفن بوينت، وده يعتبر نوع من انواع البلانز اللي الشركه بتتبعها طبعا تو كفر ايت كوست، سواء variable cost أو fixed cost. واتكلمنا إن إحنا بنستخدم الـ income statement الـ marginal income statement for decision making and planning، وطبعاً قلت لكم إن إحنا هنقف عند الـ point دي. هبتدي أكمل معاكم عن آخر حاجة انتهينا عنها المرة اللي فاتت. احنا اخدنا الـ finding the break even point and target volumes، شفنا الـ break even point in units and in dollars، شفنا الـ target profit in units and in dollars، وشفنا كمان الـ target profit لو كان مديهوني في صورة في صورة percentage، واتفقنا ان اي يونت نقدر نجيبها بدولار عن طريق ان احنا بنضرب في السيلينج برايس، واي دولار نقدر نجيبه اليونت عن طريق ان احنا نقسمه على السيلينج برايس. ده بديهي يعني مفيش فيه اي مشاكل. هنتكلم النهارده عن حاجه اسمها بصوا الليرنينج اوبجكتيف ده تو بوينت اوبريتنج ليفرج اند مارجن اوف سيفتي. انا هتكلم عن مارجن اوف سيفتي. ايه السيفتي مارجن او المارجن اوف سيفتي ده؟ ده لو الشركة عاملة بودجت والـ expected sales بتاعتها أكبر من الـ break even point sales. يعني لو you are expecting مثلا إن أنت تبيع 8000 units and your break even 5000 units، يبقى ده معناه ان انت عندك safety margin ايه 3000 units. safety margin هي number of units exceed the break even point، فعشان كده اسمها safety. تمام؟ طيب فلو انا جيت دلوقتي قلت ايه انا امتى هبقى في safety؟ لو exceeded، لو انا عملت exceeding ال break even point، يعني لو تفتكروا الرسمه اللي احنا عملناها قلنا ده ال fixed cost، ده ال total sales revenue، وده اللاين بتاع التوتال كوست. البوينت دي سميناها بريك ايفن بوينت، صح كده؟ طيب ليه بريك ايفن بوينت؟ علشان دي البوينت اللي عندها التوتال سيلز ريفينيو بيساوي التوتال كوست، ما فيش ولا مكسب ولا خساره. طب قبل البوينت دي التوتال كوست اكبر من التوتال سيلز ريفينيو، ده اللاين بتاع التوتال كوست وده اللاين بتاع التوتال سيلز ريفينيو. يبقى بيفور ذيس بوينت انا بحقق ايه؟ لوس. طب after this point التوتال سيلز ريفينيو اكبر من التوتال كوست، يبقى انا بحقق ايه؟ انا بحقق بروفيت. تمام؟ يبقى هي دي الاريا اللي بيسموها ايه؟ سيفتي مارجن. سيفتي مارجن لو فرضا مثلا هي دي البريك ايفن بوينت ودي الاكسبكتد سيلز، اكسبكتد سيلز، يبقى ده معناه ان السيلز بتاعتي اكبر من البريك ايفن بوينت، يبقى دي اسمها سيفتي ايه؟ سيفتي مارجن. اتفقنا؟ طيب ممكن تيجي ان يونت وان دولار اماونت، مفيش فيها مشكله. تعالوا نبص كده على اكزامبل على السيفتي مارجن. طيب حلينا مع بعض المساله دي المره اللي فاتت، تعالوا نعيدها تاني مع بعض. بيقول لي دي المسألة الـ expected sales كانت 1200 units، الـ break even point in units and in dollars، contribution margin ratio. لا تعالوا نحلها مع بعض عشان أنا مش متذكر إحنا حلينا أنهي واحدة المرة اللي فاتت. أنا قلت لكم هتحلوا كل ده، ما أعرفش أنتوا عملتوا إيه، بس هنشوف النهاردة في الكويز اللي هنعمله بالليل إن شاء الله. طيب بص يا شباب، لو انا جيت دلوقتي قلت ال units output
1200 البرايس 150 يبقى ده السيلينج برايس دي ديمونستريشن بروبلم 1 البرايس 1200 يونت انا اسف السيلينج برايس مش ثانية واحدة انا اتلخبطت السيلينج برايس 150 دولار الاكسبكتد سيلز كانت 1200 يونت تمام الفاريبل كوست بير يونت 90 دولار الفيكسد كوست كانت 48000 عايز ايه نمبر 1 بيقول لي احسب الاوبريتنج بروفيت هنعمل انكم ستيتمنت ونحسب الاوبريتنج بروفيت فبنقول ان السيلز ماينس التوتال فاريبل كوست وتاني انبه عليكم ان التوتال فاريبل كوست دي بتبقى انكلودد بالفاريبل مانيفاكتشرنج والفاريبل سيلينج اند ادمنستريشن تمام فعندي السيل كانت 1200 multiply 150 the selling price the total variable cost 1200 multiply 90 dollars variable cost ده هيديني contribution margin minus fixed cost اللي هو كان 48000 عشان اوصل للnet operating profit اللي هو عايزه طيب ماشي اعمل ايه يلا نحسب الايه الحسابات بتاعتنا هاجي اقول 1200 multiply 150 equals $180,000 1200 multiply 90 equals $108 يبقى ده معناه ان احنا عندنا contribution margin $72,000 minus the fixed cost $48,000 equals net operating profit 24. ده لو انا ايه لو انا expecting ان انا ابيع 1200 units يبقى البروفيت بتاعهم $24,000 تمام طيب يلا نحسب البريك ايفن بوينت زي ما هو عايز in units and in dollar amount required thing the break even point in units equal the fixed cost divided the contribution margin fixed cost on 48,000 contribution margin into عارفين ان هو price minus the variable cost the price 150 the variable cost 90 يبقى contribution margin $60 لو قسمت 48,000 divided $60 هيطلع 800 يونتس يبقى انا عشان اوصل للبريك ايفن بوينت انا لازم ابيع 800 يونتس طب ابيع بكام بريك ايفن بوينت ان دولار اماونت ان دولار اماونت اتفقت معاكم ان احنا نقدر نجيبها باسلوب من الاثنين يا اما هنضرب اليونت ملتبلاي السيلينج برايس ايوه سامع حد يقول يا اما نقسم على contribution margin ratio هيطلع ان انا لازم ابيع ب 120000 دولار in order to achieve the break even او ان انا عشان اجيب البريك ايفن بوينت ان دولار اماونت بقسم الفيكس كوست divided the contribution margin ratio طب contribution margin ratio اللي هو عباره عن ايه البرايس ماينس الفاريبل كوست نسبتها قد ايه من البرايس 150 minus 90 divided 150 60 divided 150 equal 40% او 0.4 لو قسمت 48 على 0.4 برضو هيطلع 120,000 يبقى احنا كده جبنا البريك ايفن بوينت ان يونت اند ان دولار قبل بقى ما ادخل على الريكوايرد فور عايزين نحقق قد ايه بروفيت والكلام ده كله انا عايز اجيب لكم سيفتي مارجن هي سيفتي مارجن يعني سيفتي مارجن اتفقت معاكم سيفتي مارجن او مارجن اوف سيفتي ان يونت ان دولار هي ال number of the units that are expected to be sold
that exceed the break-even point sales. فال expected sales هنا 1200 units. ماشي. ال break-even point 800 units. يبقى أنا عندي safety margin 400 units. يعني إيه safety margin؟ يعني أنا عندي أمان، حد أمان، حد أمان ليه؟ لأن البريك إيفن بوينت هي البوينت اللي إيه اللي هتكفر الكوست، فأي يونت بعد البريك إيفن بوينت ده يعتبر مكسب، يبقى أنا عندي سيفتي مارجن بقد إيه؟ ب 400 يونت. طب إن دولار أماونت؟ إن دولار أماونت نضرب في السيلينج برايس 150 في 1200 يونت 180 ده الإكسبكتد سيلز. لو تفتكروا البريك ايفن بوينت سيلز ان دولار كانت ب 120 من الريكوايرد اللي قبله، يبقى ده معناه لو انا عايز اجيب السيفتي مارجن ان دولار هتبقى 60,000، يبقى انا عندي 60,000 دولار ده سيفتي مارجن. طيب نرجع تاني لموضوعنا نمبر 4 الريكوايرد نمبر 4 بيقول لي ايه؟ بصوا معايا، عايز احقق تارجت بروفيت، فعايز السيلز دولار اند يونت ذات ويد اتشيف تارجت بروفيت 57,000 دولار. يبقى هنا هنقوم كاتبين كده اليونت تو اتشيف تارجت بروفيت هي عباره عن ايه؟ الفيكسد كوست بلس تارجت operating profit divided contribution margin unit profit. طب ال fixed cost 48 target profit 57 contribution margin P minus B 150 minus 90 60. يبقى ال unit that would achieve the target operating profit يلا نحسبها مع بعض 48. طبعا انت لو مذاكر يا ريت تبقى ماسك ورقه وقلم معايا وبتحل او بنحل مع بعض عشان الموضوع يثبت ويبقى سهل جدا وكاننا بنتسلى. 48,000 plus 57,000 equals divided 60 هيطلع 1750 يونت. يبقى دول هيخلوني احقق تارجت اوبريتنج بروفيت 57,000 دولار. طيب الدولار السيلز ريفينيو الدولار اماونت ذات وود اتشيف تارجت بروفيت اجيبه ازاي؟ قلنا يا اما هنضرب اليونت في السيلينج برايس يا اما هنقسم على الكونتريبيوشن مارجن ريشيو. يبقى ال 48 بلس ال 57 divided contribution margin ratio اللي هو 40%. تمام كده؟ هيطلع بكام يا شباب؟ هيطلع 262,500. طب انا عايز البروف بقى، عايز البروف اللي يثبت لي ان فعلا لو بعت 1750 يونت هحقق تارجت بروفيت 57,000. يلا نعمل income statement using the marginal كوستنج. هنيجي نقول هنا سيلز 1750 ماينس توتال فاليبل كوست 1750 كامل سيلز سيلينج برايس 150 الفاليبل كوست 90 ده هيديني كونتريبيوشن مارجن. طيب كونتريبيوشن مارجن هيطلع بكام على طول؟ هحسبه دايركت عشان الوقت. هيطلع 105 minus the fixed cost 48,000 minus fixed cost هيطلع 57,000 فعلا ده target operating profit. يبقى احنا خدنا معلومه جديده النهارده اللي هي safety ايه؟ safety margin. يبقى ده البروف، هو ما طلبوش بس انت لازم تبقى عارفه يعني. طيب تعالى نعمل required number 5. عايز number of units that will be sold to produce an operating profit 15% on sale. انا قلت لك لو البروفيت برسنتج، تعالى كده قول لي ان البروفيت
بيساوي التوتال سيلز ريفينيو ماينس التوتال كوست. هنا البروفيت بيقول لي ان هو 15% من السيلز، التوتال سيلز ريفينيو، التوتال كوست اللي هي توتال فاريبل كوست ماينس بلس، يبقى ماينس كمان الفيكس كوست. يلا نسبستيتيوت 0.15 اللي هي 15% في البرايس اللي هو 150 كيوب. ما هو انت عارف ان التوتال سيلز ريفينيو عباره عن بي كيوب، صح كده؟ ايكوال التوتال سيلز ريفينيو اللي هي بي كيوب 150 كيوب ماينس توتال فاريبل كوست اللي هي 90 كيوب ماينس الفيكس كوست اللي هي 48,000 دولار. يلا نعوض كده شباب مع بعض. 0.15 اللي هي 15% of 150 هتطلع 22.5 كيو equal 60 كيو اللي هي 150 minus 90 minus 48,000. تمام؟ طيب اعمل ايه؟ opposite sign. يبقى لو اسم لو عملت minus 60 minus 22.5 equal 37 كيو بتساوي 430. هلاقي ان 1280 يونت هيحققوا لي تارجت بروفيت 15% اون سيل. طيب سؤال بقى، لو هي نفس المساله وجي قال لي انا عايز احقق نت انكم، ايه النمبر اوف اليونت اللي هيخليني احقق نت انكم؟ 12,000 دولار. طالما قال لي نت انكم ده يبقى ده النت انكم افتر تاكس. انا لما اجي اجيب او اعمل بلاننج انا لازم اشيل اعمل ريموفنج للايه؟ للافكت بتاع التاكس ريت، لان انا مش عايز التاكس تاثر عليا. التاكس دي مش بايدي، دي بايد الجفرمنت، تزيد تقل مش قصتي. فانا عايز اشيل اي عوامل خارجيه على البلاننج بتاعتي علشان اقدر اعمل بلاننج بطريقه سليمه. عايز توصلنا لايه؟ عايز اوصلك ان لما نيجي نعمل planning بتارجت بروفيت، بص كده مش ده number of units to achieve a target profit. عملنا ايه؟ عملنا fixed cost plus target operating profit على contribution margin per unit. لازم بقى التارجت اوبريتنج بروفيت ده يبقى بيفور تاكس مش افتر تاكس. طب اجيبه ازاي؟ يعني هو مدوني افتر تاكس وقايل لي ان التاكس ريت كانت 40%، يعني ده متشال منه ايه؟ 40%. طب يبقى هو كان كام اصلا قبل الضريبه؟ يعني ال 12,000 ده نت انكم بيفور تاكس، سوري اسف افتر تاكس او افتر تاكس، يعني متشال منه كام في المية؟ يعني ده ريبريزنت كام في المية؟ ده ريبريزنت 60% عشان التاكس ريت 40. يبقى ال 100% ايكوال كام؟ اعمل كروس مالتيبليكيشن هلاقي ان انا لو قسمت 12,000 divided 0.6 هيطلع 20,000. يبقى فعلا 20,000 ده التارجت اوبريتنج بروفيت بيفور تاكس. لو شلنا منه التاكس ريت 40% هيديني نت انكم 12,000 افتر تاكس. طيب ازاي نجيب التارجت اوبريتنج بروفيت بيفور تاكس بقى على طول عشان ما نقعدش نتلخبط ونعمل كروس مالتيبليكيشن؟ الاوبريتنج profit
before tax, the sale, the net income, the operating profit after tax على 1 minus tax rate. يبقى ال 12,000 لو قسمتهم على 1 minus tax rate اللي هو 40%, 40% يعني 0.4, هيديني operating income 20,000. يبقى نتفق مع بعض ان ايه؟ ان اي operating profit after tax لازم نعمل له conversion لبيفore ايه؟ لبيفore tax. تعالوا نراجع مع بعض ال number of the rules كده مع بعض سريعا عشان نبقى ايه نشوف الجديد اللي احنا قلناه النهارده. طيب بص يا شباب، احنا النهارده خدنا بالظبط 3 rules جديده، بس نرجع نشوف اخر حاجه احنا كنا اخدناها في ال 13 اللي هو الرول بتاع التارجت بروفيت لو برسنتج وعايز اجيبه ان دولار. تمام. طيب اخدنا ايه بقى النهارده؟ النهارده اخدنا السيفتي مارجن، يبقى ده الرول نمبر 14 انا اسف. واخدنا السيفتي مارجن ان يونت او ان دولار. تمام. واخدنا كمان how to convert ال target operating profit من after tax to before tax. تمام. يبقى ده ال conversion بتاعي، يبقى ده rule number 15. اوكي. طيب تعالوا نريفيو السلايد كده. يبقى ده حضراتكم هتحلوه كله، اتفقنا؟ كل ده حلو. Understanding the effect of a cost structure on decision. هنا بيقول لي حاجة اسمها operating leverage. هنقسم contribution margin على operating profit. فبتبين لي نسبة ال fixed cost وال variable cost. هنسيب الموضوع ده دلوقتي لآخر حاجة خالص، يعني بعد ما نخلص الشابتر عشان ما يبقاش فيه مشاكل يعني. تمام. هو سهل يعني، مفيهوش مشكلة. بعدين هنا شرح يبقى احنا سيبنا بس البوينت اللي هي ايه الاوبريتنج ليفرج بس، اتفقنا؟ بعدين المارجن اوف سيفتي شرحناها، علينا عليها، حضراتكم هتحلوا المسائل دي، بس هتسيبوا المسائل اللي فيها اوبريتنج ليفرج. بعدين ليرنينج اوبجيكتيف 3 ان كوبريت التاكسس مالتيبل برودكتس اند سو اون. اخدنا الافكت اوف التاكس، ان انا لازم اكونفيرت التارجت بروفيت من افتر تاكس لبيفور تاكس، وهنا مسائل عليها. مالتيبل برودكت ده يعني لو انا عندي مور ذان وان برودكت هيبقى موضوع الليكتشر اللي جايه ان شاء الله. طيب اي مالتيبل برودكت تو برودكت ده هنسيبه للايه؟ للليكتشر اللي جايه. عايزكم تعملوا لي ريسيرش بيبر عن استخدامات ال cost volume profit analysis and its assumption and limitation. يعني مميزاتها، عيوبها، ايه القيود بتاعتها، ايه ال cost volume profit analysis الشركات بتستخدمها ازاي في البلاننج. يبقى عايزين ريسيرش كويس بفهم عن ال uses and assumptions. ايه ده assumption؟ ايوه، ما ده planning، مش واقع، ده انا بخطط للشركه فمبنيه على assumption. يعني مثلا احنا مش بنقول دلوقتي all units produced are sold، ما خدناش ان في beginning inventory او ending inventory. ايوه، ما ده assumption يا جماعه. تمام. وفي list of assumption بقى، ان البرايس ثابت، ان صح كده؟ فعايزكم تعملوا لي ريسيرش عن users assumption and limitations. يعني عيوب الايه؟ cost volume profit. تمام كده؟ طيب تعالوا كده مع بعض نشوف
في اخر السلايدز عندكم ماتشنج، يا ريت تعمله لي. بس انا ايه يعني مثلا بيقول لي ايه، بص معايا، بيقول لي بريك ايفن بوينت، كونتريبيوشن مارجن ريشيو، كوست فوليوم بروفيت اناليسيس، مارجن اوف سيفتي، اوبريتنج ليفرج لسه ما خدناهاش، كوست ستراكشر، نتابل فاريبل كوست وفيكس كوست، يونت كونتريبيوشن مارجن، توتال كونتريبيوشن مارجن، يعني توتال ريفينيو ماينس توتال كوست ده ايكوال ايه؟ دي البروفيت ايكويشن. طيب ذا فوليوم ليفل ات ويتش البروفيت ايكوال زيرو، ده البريك ايفن بوينت. طيب إيفيرجن أو دي أسامشن. طيب مثلا ذا إكستنت تو ويتش الكوست الأورجنايزيشن كوست ستراكشر إز ميد أوف فيكس كوست، دي وأنتوا بتقروا في السلايد هتلاقوا إن دي اسمها كوست ستراكشر. ذا بروبورشن أوف، لا خلي دي لسه ما خدتهاش، نمبر 5. ذا كونتريبيوشن مارجن إكسبريس أز برسنتج أوف سيلز، ذا كونتريبيوشن مارجن ريشيو. Total cost minus total variable cost, the contribution margin. Unit price minus the variable cost. أنا آسف، total cost minus total variable cost. يبقى ده total fixed cost. Unit price minus the variable cost, contribution margin. وهكذا. عايزكم إيه تحلوا لي الكلام ده. يبقى إحنا كده خلصنا السلايد، حضرتك هتكمل المسائل من حاجتين. مسائل نازله لكم في الكتاب، الماتيريال اللي نازله لكم، تمام؟ تحل لي كل المسائل اللي على شابتر 1 2 و 3 اللي هو الكوست فوليوم بروفيت اناليسيس. هتحلوا لي البي دي اف فايل اللي انا منزله لكم كل المسائل بتاعت احنا اتفقنا وقفنا لحد صفحه 105 تقريبا. هنكمل بقى اللي هو الشابتر كوست فوليوم بروفيت اناليسيس كله. الحته الوحيده اللي هنسيبها لو شفتوا مور ذان 1 برودكت، دي الحته اللي احنا لسه ما اخدناش. هنزل لكم الهاند اوت وهكتب لكم على البلوك.